underline the correct word. دي بقى تمارين منوعة على حاجات درسناها، يعني لازم تكون متابع ومذاكر مع بعض وحافظ الكلمات والدروس اللي فاتت لأنها دي منوعة. لما أقول لك I listen, write, read to my teacher، إحنا لسه واخدين من شوية اللي هي، ها مين يقول لي أخدنا إيه؟ rules، اللي هي القواعد، قواعد المدرسية rules. هنا بقول لي to my teacher، هنا بنقول ايه؟ I listen ولا write ولا read؟ لا، I listen to my teacher، يعني انا استمع. لما قلنا خدناها listen to your teacher، استمع، لكن انا بقول انا، يبقى I listen، يبقى دي على حفظ الايه هنا؟ الكلمات. طب we read ولا play ولا sing games؟ games دي العاب، in the playground الملعب، يبقى we read بنذاكر او نقرا، ولا وي بلاي نلعب، ولا سينج نغني، جيمز ما دام في كلمه جيمز على طول يبقى تاخد كلمه ايه؟ ها دي قلنا ليسن، وهنا ايه بقى؟ تبقى بلاي. وي لوك ات، احنا بننظر ايه؟ لانش ولا ليت ولا بيكتشرز؟ بيكتشرز اللي هي الايه؟ الصور، يبقى احنا بننظر الى الايه؟ بيكتشرز. I eat, listen, sleep, lunch. lunch ده وجبة أكل. with my friends، يبقى eat تأكل ولا listen تستمع ولا sleep تنام؟ لا أكيد، يبقى I eat. don't in the classroom، don't إيه؟ don't read لا تقرأ، don't write لا تكتب، ولا don't eat in the classroom؟ أخدناها في الـ rules اللي هي إيه؟ يبقى don't eat. I eat, like, play my school، انا باكل المدرسه، ولا اي لايك احب المدرسه ماي سكول، ولا اي بلاي بلعب؟ لا، يبقى اي لايك ماي سكول. الجمل عايزه تكون مذاكر الدروس اللي فاتت. طيب وي لوك ات ولا سينج وبلاي ولا بلاي ذا وايت بورد؟ وايت بورد السبوره البيضه بتاعت الفصل، يبقى وي ايه بقى؟ وي لوك ات، لوك ات يعني ننظر، مش معقول هنغني ولا هنلعب. don't litter in the class، don't drop litter in the class، يعني لا ترمي الزبالة أو القمامة فين؟ في الفصل. drop. I listen ولا follow ولا look school rules. school rules قواعد المدرسة. أنا بستمع ولا بأتبع ولا أنظر؟ لا، I follow. I follow. انا لما تسمع اسمع الاجابات دي مره واثنين وثلاثه عشان تعرف بعد كده انت بقى في الكتاب، مش تسمع وتحل مع، لا، بعد ما تسمع او تحل، وبعد ما تحل تقعد تسمع وتصحح لنفسك، او اسمع الاجابات وبعدين سيب الفيديو وحاول تحل في الكتاب. I play with my، بتلعب مع مين بقى؟ الصور زي لاف مي بتحبك، ولا فريندس الاصدقاء، ولا جيمز؟ لا اكيد، بتلعب مع مين؟ فريندس. listen to your ايه؟ school teacher classroom، انت ما بتستمع، listen to your ايه؟ teacher. we play game in the ايه؟ انت ما بتلعب الجيمز، بتلعب في بلاي جراوند كلاس روم ولا وايت بورد؟ ده على طول يا مستر بلاي ايه؟ جراوند. انا قلت لك ممكن تسمع وتعرف، بعدين حاول تحل بقى في الكتاب، بعد ما تحل هتسمع تاني وتصحح لنفسك الإجابات، تمام؟